مبروك عليا انا. الله يبارك فيك. ايه ده فيه؟ قلنا منيح نحل بحلوها منيح كلها منيح. ممكن نمره بيقدموها؟ اللي هيتحرك هينطخ بالنار، فاهم ولا مش فاهم؟ اللي لقيت الفرح ده هيتطردق على دماغ اللي فيه. هو ايه يا اختي ده؟ اسكت يا وليه يا حربايه، ليك حساب بعدين. ايه يا جدع انت؟ ايه حكايتك؟ ايه فيك؟ مين؟ عريس الهنا؟ ايوه انا عريس الهنا. انت مين؟ انا اللي هتربجها على دماغ اللي جابتك. انا الخط خلفت الخط. نعم اخويا. بقول لك انا الخط جتان القتله خلفت الخط الكبير. انا ولد عم العروسه. ابن عمي ده ايه؟ ده انت ابن عمي ولا عرفك؟ انا ولد عمي غصب عنك وعن اللي جابتك. ايه راحت فين؟ ايوه عن اللي جابتك دي. انا الخط اخو المرحوم خصوصي ومعايا كمان دليل الاثبات. ايه ها؟ ايه يا جدع انت؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ اتفرجوا رجاله، انا معايا التحقيق الشخصيه صرت انا وخصوص اخويا لما كنا ولد. بص يا دكتور، بص يا حاج، اقول ايه يا وليه؟ بص يا مسمسال، بص يا استاذ، بص يا سول فورا يا استاذ الهمه. انا مش مصدقها. مين؟ اتفرجوا يا مهايب، اتفرجوا يا جاموس، اتفرجوا اهي اها اهو اهو ولدي عيل عليها كبدي عيل عليها النية. خصوص اخوي كمان كان ضاقق على صدره نقش زي بديه، انت ما شفتهوش؟ هتشوفه ازاي يا بني ادم انت؟ اخلصي يا ولية، اخلصي لا قطعك حتت واشرب من دمك. اخلصي يا لهوي مدحوش. خش يا سامي. مش معقول يا اخي، تايه انت زودتها خالص، انت عايز ايه؟ يماي خفت انا منك عاد. اللي انا عايزه منك دلوقتي تورينا عبد قفاك وتنجر من هنا. يمشي ازاي؟ ده خطيبي والنهارده يوم خطوبتنا. وكمان بتقولها بالفم المليان، لابسه الملون وملطخة وجهك وخلقتك وفرحانة وهتتجوزي وانت ولد عمك مقتول. اولا ابن عمها ما ماتش مقتول، ابن عمها موت نفسه. لا ما حصلش. لا حصل. ما كانش يقدر يموت فرخه، خصوص اخوي مات مقتول وانا اللي هاخد بتاره. تاخد بتاره من مين؟ من اللي موته. مين اللي موته؟ هعرفه، ولحد ما اعرفه ما في الجوازه لاقلبها لكم جنازه. قد اديت حنحله بحلوها النيح. قول لا لا النيح. انت فاكر نفسك ايه وتقدر تعمل ايه؟ انا هبلغ البوليس حالا. ايه ولحد ما يجي البوليس هكون خلصت على العريس بتاعي. لا محدش يتحرك عشان خاطري، محدش يعمل حاجه. ايه للدرجه ده هتحبه؟ ما بتحبوش يا اخويا، بتكرهه كره العمل. خلاص يا ولية، انت كلمتك عشان تتكلمي؟ خلاص يا خالص. طيب وشوف اما جلك الحكومه جت دلوقتي، الحكومه جت السنه الجايه هخلص على عريس قبل ما تيجي الحكومه، وهخلص عليك انتوا كمان. جت الحكومه ولا ما جاتش؟ وانا مالي ذنب ايه يا اخويا؟ مزاجي كده، حد شريكي قد حديد حنحني بحلوح النيح. قول لا النيح. ودلوقتي يا ولد للخلف دور. يعني ايه للخلف دور؟ عشان خاطر يا سامي للخلف دور. حاضر يلا عشان خاطرك. ودلوقتي معتدى المارش وعلى الباب عدل، ومن الباب على بره، ومش عايزك تخط هنا خطوه واحده تاني عشان خاطر يا سامي. معلش يلا 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 ما تمشيش ماشي بهواء، تمشي لجعه بره. سامي عاجبك كده؟ استنى بس، عاجبك اتهزى قدام البنت اللي بحبها، قدام خطيبتي، قدام الناس كلها؟ انا هبلغ البوليس. تعالى بس بوليس ايه دلوقتي؟ هدي اعصابك كده وتعالى تمام برواقه، لحسن الحكايه دي مش اللي هي. ودلوقتي مش عايز اشوف ولا شخص هنا. هعد واحد اتنين، بعد اتنين ايه يا رجاله؟ سبعه منيح. واحد اتنين سبعه، واللي هشوفه هطير رقبته. اسمك ايه يا ولد ابوي؟ عنتر. ودي يا عنتر، ودي يا اخوي ما تخافش، ودي ما تخافش، ودي يا عنتر ما تخافش. ايه منيح منيح. وانت اسمك ايه؟ سعيد يا عمده. ايه سعيد. ايه وانت اسمك ايه يا اخوي؟ اسمي طلبه يا عمده. طلبه ولا حليحه؟ طلبه. من جبد يا بلد الحبايب من جبد. ودي الرهاين على المطبخ لغايه ما اصفي حسابي معاهم بعدين.
انا حوليت يا رداله. بقيت مليح يا مليح. بقيت مليح. مليح. يعني دمع اللولي نزلت دلوقت. يا ترى عيطت على خصوصي بيه؟ خصوصي ما يستاهلش، خصوصي سرقني وعشان كده انتحر. خصوصي ما سرقش، عمره ما كان حرامي. خصوصي كان بيحبك. وانت ايش عرفك؟ اخرصي يا ولية خالص، اخرصي خالص، ما تتكلميش ولا كلمة. وانا فتحت بقي. خصوصي كان بيبعت لي مكاتير. انا مش مصدقاك. ايه يعني انا كذاب؟ لا يا اخويا اسم الله عليك، انت صادق. يا ولية اخرصي يا ولية، اخرصي اللي قطعت حتت دلوقتي. لا وعلى ايه يا اخويا، خلاص اهو. خصوصي اخوي كان راجل طيب واتاكل في ملعوب. علشان كده انا اتبليت مصر مخصوص علشان اعرف الحقيقة. انا ما يهمنيش اعرف حاجة، انت تبعد عني وتسيبني في حالي. الكلام ده يا بنت ما اتقالش للخط. وشوف اما اقول لك، من اهله رايح مفيش خروج من باب البيت، الخروج ممنوع، دخول عريس ولا غيره ممنوع، ولحد ما اثبت الحقيقه واعرف كل حاجه ممنوع ممنوع ممنوع. حب على ايدي يا وليه. وماله يا اخويا هاتهم. بقول لك حب مش تلهطي. حاضر يا اخويا.